مجددا اهلا بكم. اليوم هو الخميس الموافق التاسع من تشرين الثاني لعام 2024. البدايه كالمعتاد ابرز ما جاء في الصباح لهذا اليوم. السوداني يبحث العروض المقدمه لتنفيذ طريق التنميه، حملات لانهاء فوضى المرائب في بغداد. ايضا بغداد تستضيف غدا اجتماعا للجمعيه النيابيه الاسيويه اكمال استعدادات الخطه الامنيه للانتخابات المرتقبه، والتجاره الخزين يكفي لتامين 4 سلال غذائيه. للجواز الإلكتروني بمكتبي العلاوي وزيونة تفتتح مديرية الجوازات العامة قريبا نافذتي لإصدار الجواز الإلكتروني ضمن مكتبي زيونة والعلاوي، فيما ستفتتح فرعا جديدا لإصداره في هولندا ودول أخرى بعد إجراءات مماثلة شمل 9 دول عربية وأجنبية خلال المدة الماضية. وقال مدير عام المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد ماجد عدنان بتصريح للصباح إن دائرته ستفتتح قريبا نافذتي لإصدار الجواز الإلكتروني ضمن مكتبي جوازات الكرخ في منطقة العلاوي والرصافة في منطقة زيونة بعد إنجاز أعمال تحويلها. في الصفحة الأخيرة للصباح تأبيلا لسميسم، أبنا لفيف من مثقفي عميد المسرح النجفي مهدي سميسم مساء على قاعة نقابة الفنانين من خلال جلسة أدارتها بشرى سميسم، وتحدث فيها الفنانون عزيز خيون وغانم حميد وبشار طعمة ودكتور عبد الجبار حسن ومحمد الشامي. وقدم الموسيقار علي حسن معزوفات بالمناسبة بحضور مثقفي العراق من بغداد والمحافظات كافة. وتوفي سميسم نهاية الشهر الفائت عن عمر 77 عاما، قضاها في النجف مخرجا وأكاديميا وناقدا وتربويا في المسرح. تخرج ضمن الدفعة الأولى في أكاديمية الفنون الجميلة بغداد عام 1967 وعمل مشرفا فنيا، وكان آخر أعماله بعد الوصية تأليف إحسان التلال وتقديم فرقة النجف للتمثيل وإخراجه لمهرجان المسرح العربي التجريبي في القاهرة عام 2023. الإبادة وحق الحياة، مقال اليوم للكاتب طالب سعدون بصوت الزميلة بشرى حسين. نتابع. الإبادة وحق الحياة، مقال بقلم طالب سعدون. الإبادة وحق الحياة مفهومان، الأول يتعارض مع إرادة الله الذي خلق الإنسان ومنحه الحياة وله وحده الحق في سلبها منه، ولم يسمح لأحد ظلما في أن يسلب الحياة من أحد حتى الإنسان نفسه، بدليل أنه حرم الانتحار ورفض كل ما يدفع الإنسان إلى التهلكة من فعل وتصرف وقول. ولكن هل تتفق الأحكام الإلهية التي أكدت على كرامة الحياة الإنسانية
مع ما يتعرض له الإنسان اليوم من صنوف العذاب والقهر والتفنن في طريقة قتله، وكأن من يقوم بهذا العمل الشائن أمام العالم بكل وحشية لا يمت للإنسانية بصلة، حتى وإن كان على شكل وهيئة آدمية، وانحدر إلى دون الحيوان مرتبة عندما زين لنفسه سلب حياة الإنسان. في منتصف المقال: وقد وثق تاريخ الإنسانية جرائم وحشية ضد الإنسانية مثل جريمة دير ياسين وصبرا وشاتلة والإبادة الجماعية في رواندا وجرائم النازية لتكون عظة وعبرة، ومع ذلك ترتكب هذه الجرائم اليوم بشكل يفوق التصور، ويصل عدد الضحايا إلى الآلاف والملايين، وكأن الإنسان خلق ليقتل وليس ليحيا ويعيش كما أراد له الله بكرامة. في ختام المقال: فأين ذلك من المبادئ التي أكد عليها الله سبحانه وتعالى قبل المحاكم الدولية والمحلية والقوانين الوضعية التي أكدت حرمة الدم وحق الإنسان في الحياة والرفق بالحيوان والنبات في كل الظروف والأحوال، في السلم والحرب، واحترام المرأة والشيخ والطفل؟ ووصل الأمر في وصايا الإسلام للمقاتلين ألا يقطعوا شجرة مثمرة، وما إلى ذلك من وصايا قدمت صورة ناصعة عن مبادئ التسامح واحترام الإنسان وحقه في الحياة وحقوق شركائنا في الحياة الحيوان والنبات، والابتعاد عن رغبة الانتقام بأي صورة تتعارض مع تلك المبادئ، ومنها المجازر الجماعية والمآسي التي تعرض الإنسان للخطر وتسلبه حقه في الحياة، وتجعل من يرتكبها في موضع ملاحقة قانونية في الدنيا وحساب عسير في الآخرة. ما يحصل في غزة جريمة إبادة جماعية وليس حربا، فأين المجتمع الدولي من كل ذلك؟ أهلا بكم من جديد. الألم ينصب ليلا والروح تنطفئ كما المصابيح. في الزمان طبيب غزاوي يفاجأ بجثث عائلته ويطبع قبلة على جبين نجله الشهيد. اعتاد الطبيب أياد شقورة وهو صيدلي يعمل في وقت الحرب في غرفة الطوارئ على مشاهدة سيل من الجرحى والقتلى، إلا أنه فقد وعيه عندما وصلت جثث أطفاله وأمه وأقاربه إلى المستشفى. فجع شقورة بعد اكتشافه أن أفراد عائلته هم بين ضحايا الغارة التي أصابت منازلهم في خان يونس جنوب قطاع غزة، الذي تقصفه إسرائيل بلا هوادة منذ أكثر من 30 يوما. وألقى شقورة بعينين دامعتين النظرة الأخيرة على أحبائه الذين تم لفهم بأكفان بيضاء على طاولة المشرحة في قسم الطوارئ، وبدأ بتعداد أسماء أصحاب الجثامين واحدا تلو الآخر، وقال وهو يسطر مثلا رائعا للجيش الأبيض الفلسطيني: إن في هذه الضربة فقدت والدتي زينب، وفقدت أخوي محمود وحسين، وأختي إسراء مع ابنيها حسين ونبيل، مضيفا: وفقدت ابني وفلدت كبدي عبد الرحمن 7 سنوات، وعمر البالغ من العمر 5 سنوات. الرحمة والمغفرة لكل الضحايا والنصر المؤزر لهم. التعليم: 26 منحة قطرية لدراسة الماجستير والدكتوراه. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر 26 منحة دراسية قطرية لدراسة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات. وقال في بيان إن دائرة البحثات والعلاقات الثقافية أكدت أن المنحة توزعت بواقع 18 منحة دراسية لدراسة الماجستير في كليتي العلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، وثمانية منح لدراسة الدكتوراه في تخصصات العلوم السياسية والعلاقات الدولية والدراسات الأمنية النقدية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية والدراسات الإعلامية وعلم الاجتماع والتاريخ واللسانيات المعجمية العربية، مقدمة من معهد الدوحة للدراسات العليا. وبيّن البيان إن آخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 15 من كانون الثاني لعام 2024، ويمكن للطلبة التقديم على الرابط الخاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية. نعم، في الزمان الأخير أسرار بيع الماسة الزرقاء بحوالي 44 مليون دولار بيعت بلو رويال، وهي ماسة زرقاء
توصف بأنها مثالية، الثلاثاء في مقابل 43 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار كريستيز في جنيف، من دون أن تنجح في خطف لقب أغلى حجر من نوعه في التاريخ. وكانت المزادات ماسا بلو رويال القطعة الأساسية خلال سلسلة مزادات تنظم هذا الشهر على ضفاف بحيرة جنيف، إلى جانب قطع شهيرة من تاريخ السينما بينها عقد من اللؤلؤ كانت تضعه الممثلة أودري هيبورن، أو ساعة كانت ملكا لمارلون براندو، وتعد الماسة البالغة وزنها 17 قيراطا أكبر جوهرة زرقاء زاهية لا تشوبها شائبة. في الزوراء السوداني، العراق يسعى وبشكل جاد لاسترداد المحكومين بتهم الفساد وأمواله المنهوبة. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني سعي العراق بشكل جاد لاسترداد المحكومين بتهم الفساد وأمواله المنهوبة، وفيما حث البعثات الدبلوماسية العراقية على ضرورة كشف موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية، بحث العروض المقدمة من الشركات العالمية لتنفيذ طريق التنمية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الزوراء إن رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني ترأس اجتماع الدور السابع للسفراء العراقيين الممثلين في الدول العربية والأجنبية، وذلك بحضور وزير الخارجية والملاك المتقدم في الوزارة. خبير اقتصادي وضح أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي في العراق. أوضح الخبير الاقتصادي صفوان قصي أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي، في حين أكد حاجة العراق إلى تطوير الأنظمة الاقتصادية بما يلبي رغبة الاستثمار الدولي ويساعد في دخول الاقتصاد الرقمي. أشار إلى أنه سيسهم في أحداث نقلة نوعية في النشاط الإنتاجي. وقال قصي في حديث للزوراء أن عملية التطبيق أو تطبيق الدستور العراقي بالتأكيد تحتاج إلى تشريع مجموعة من القوانين، فالدستور نقل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد حر، وهذه الصيغة تحتاج إلى إعادة صياغة القوانين الاقتصادية بما ينسجم مع كلمة الاقتصاد الحر. في الأخيرة للزوراء، هدى قطان تتبرع لغزة بمليون دولار. أعلنت رائدة الأعمال العراقية هدى قطان التبرع بقيمة مليون دولار أمريكي كمساعدات لغزة. وهدى قطان هي رائدة أعمال عراقية الأصل تحمل الجنسية الأمريكية ومؤسسة العلامة التجارية العالمية الشهيرة هدى بيوتي. وكتبت قطان في منشور لها عبر انستغرام: لقد مر شهر على المعاناة الهائلة في غزة، ولسوء الحظ فإن الأمور تزداد سوءا، من المهم أن نقف دائما إلى جانب المضطهدين وأن نستخدم منصاتنا لتسليط الضوء على أي ظلم. في الصحف العربية، في الرأي خارجيات، غزة أمام هدنة مؤقتة وحرب مختلفة. حظى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في قطاع غزة للسماح بإحراز تقدم في جهود إطلاق عدد من الرهائن لدى حركة حماس والتي تقودها قطر، مؤكدا رفض إدارته إعادة احتلال إسرائيل لغزة. وفي السياق، أشار محللون إسرائيليون إلى أن الحرب بشكلها الحالي قد تنتهي خلال أيام. أما في الإهرام، المصرية الأونروا 1000 طالب أو 300,000 طالب يحرمهم العدوان على غزة من التعليم. قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن حوالي 300,000 طالب في غزة محرومون من التعليم بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وذكر المفوض العام للوكالة فيليب أن حوالي 50 من مباني الوكالة بينها مدارس تضررت بسبب الحرب وفقا لوفا. وأوضح المسؤول الأممي: أصبحت مدارسنا أماكن إيواء الآن، ويطلب التلاميذ شربة ماء ورغيف خبز، وكلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة زادت صعوبة متابعة دروسهم. نعم، لم يتبقى لنا سوى كاريكاتير الصباح، نشاهد ماذا رسم فيها.
القراءة لكم أحبتي المشاهدين، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.